طاولة واحدة تجمع خصمين متنافسين على كل الصعب. وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة بكين وسط ترحيب الأخيرة. غرض الزيارة هو اختبار العلاقات، والمجتمع الدولي يراقب بحذر. من استوديوهات الشرق في الرياض، أهلا بكم إلى الرابط. وفي الرابط حول لقاء اختبار العلاقات، نتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة والصين تذليل الخلافات ووضع حجر أساس لبناء العلاقات؟ أما اقتصادياً، هل تستطيع واشنطن وبكين التوصل لاتفاق يبقي على التنافس بينهما بدلاً من الوصول للصراع؟ ووسط الحديث عن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى بكين الشهر المقبل، ملفات حساسة ستكون على طاولة المباحثات في ظل توترات سياسية قد تؤدي لفك الارتباط والتبعية في الاقتصاد ما بين بكين وواشنطن. قمته مع الزعيم الياباني وصفت بالتاريخية، كانت مجرد واحدة من عشرات الرسائل التي أراد بايدن إرسالها للصينيين من قلب البيت الأبيض. أراد أيضاً استباق زيارة وزير خارجيته إلى بكين بتعزيز أوراق قوته في بحر الصين. الزيارة المنتظرة الشهر المقبل محطة ترحيب بكين، لكنها أعادت التنبيه. تنظر الصين دائماً إلى العلاقات الصينية الأمريكية وتطورها وفقاً للمبادئ الثلاثة، للاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ، كما تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة وجهة نظر صحيحة عن الصين وتدعم الحوار بدلاً من المواجهة، والفوز المشترك بدلاً من المحصل الصفري. طريق دبلوماسية طويل معبد بأشواك التنافسية، فيما الخوف من انزلاق العلاقات باتجاه مسارات صدامية عسكرية أو حتى اقتصادية. هذه السيناريوهات سبق للزعيمين أن حذرا منها في قمة بالي، لكن مفعول التعهدات التي قطعها بايدن وتشي لم تدم طويلاً. واشنطن على حالها تواصل حرب القيود على صناعات الرقائق الإلكترونية في الوقت الذي لا تكاد تهدأ حتى تنطلق مناورة صينية عسكرية قبالة الجزيرة التايوانية، فيما التحليلات تذهب باتجاه فك التبعية بين أقوى اقتصادين في العالم على المدى البعيد. تضغط عوامل التضخم والجائحة والحرب الأوكرانية باتجاه مسار مختلف نحو تحطيم الأرقام القياسية في المجالات التجارية بينهما، التي وصلت إلى نحو 760 مليار دولار خلال العام المنصرم. هذه الأرقام لا تعني انتفاء المعاناة التي يمر بها ثاني أقوى اقتصاد في العالم بعدما تراجع نموه إلى أدنى مستوياته خلال نحو نصف قرن. زيارة بلينكين فرصة، ولن تكون التوترات الجيوسياسية إلا بمثابة ضربات موجهة لاقتصاد عالمي يطرق أبوابه الركود. قبل البدء بنقاش الليلة، أذكركم بسؤالي الرابط. كيف يمكن للولايات المتحدة والصين تذليل الخلافات ووضع حجر أساس لبناء العلاقات؟ واقتصاديا، هل تستطيع واشنطن وبكين التوصل لاتفاق يبقي على التنافس بينهما بدلا من الوصول للصراع؟ وللحديث عن ذلك أرحب بضيوفي عبر تطبيق زوم من واشنطن، السيد ريتشارد شامرر، وهو الدبلوماسي الأمريكي السابق، كذلك من مدينة براتسلافا. أرحب بالدكتورة سونا موزكاروفا، كبير مستشاري نائب وزير خارجية سلوفاكيا والاقتصادية السابقة في البنك المركزي الأوروبي وكبير الاقتصاديين في معهد جلوبسك للسياسات. أيضا أرحب بضيفي من هونغ كونغ، السيد بيني كوك، الخبير في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أهلا بكم سادتي الكرام. وأبدأ معك سيدة سونا، يعني هل توضع هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكي في خانة اختبار العلاقات بين الطرفين، أم خانة إدراك الطرفين ضرورة تهدئة الأوضاع في خضم تصاعد صراع عالمي طال ظلاله الجميع دون استثناء؟
أولا شكرا لكم على استضافتي في البث مجددا، يطيب لي أن أكون معكم. فيما يتعلق بهذه الزيارة المخطط لها مسبقا لوزير الخارجية أمريكا أنتوني بلينكين إلى الصين، فإن الهدف الأساسي يتمثل في كون الصين والولايات المتحدة تعتبران لاعبين في الساحة العالمية الاقتصادية، فإنهما يجب أن يتحملا المسؤولية عن إظهار للعالم أنهما قد يديران كل الأزمات مع المنافسة من دون الاقتراب من أي درجة من المواجهة أو الصراع بينهما، فإنهما يجب أن يجدا الطرق للعمل سويا على القضايا التي تتطلب التعاون بين هاتين الدولتين. فلذلك هذه زيارة في غاية الأهمية بالإضافة إلى مواصلة النتائج للقمة بين جو بايدن وسي جين بينغ أخيرا في السنة الماضية، فإن الدولتين أيضا تريدان تعزيز قنوات الاتصال بين بعضهما بعدا، فهذا أيضا هدف لأننا نمر بعدد من الأزمات والتوترات الجيوسياسية، وأيضا في أدواء الغزو الروسي على أوكرانيا الغزو المستمر. إننا سوف نرى يوم سنة كاملة مضت منذ بداية هذا الغزو، بالإضافة إلى الكثير من التوترات في مجالات أخرى، فلذلك يجب عليهم أن يشاركوا في الحوار بشأن المبادئ الأساسية والريادية للعلاقات بين هاتين الدولتين ترويجا للحوار على جميع المستويات. نعم، إذن يعني سيد ريتشارد، السيدة سونا يعني وافقت على أن هذه الزيارة ليست اختبارية وإنما نابعة من يقين بضرورة التقارب بين الطرفين نتيجة لظروف يعني وواقع عالمي موجود. هل تتوافق أو توافق على ذلك أو تتفق معها على ذلك؟ نعم، أنا أتفق مع سيدة سونا على هذه النقطة. إنه من المناسب ومن المهم، فإن عام 2022 كان سنة للأسف الشديد نحن شاهدنا عددا من التوترات والخلافات مع الصين، وخاصة فيما يتعلق برد الصين على الغزو الروسي على أوكرانيا، ولكن أيضا قضية زيارة الزعيمة السابقة لمجلس النواب نانسي بلوزي لتايوان. فأيضا كما أشرت إليه سيدة سونا، فإن العلاقات أو الدولتين تتحملان المسؤولية عن عدد من القضايا، فلذلك يجب أن تظهر أنهما لا يزالان أقوى دولتين في العالم اقتصاديا، فلديهم هذه المسؤولية. نعم، يعني سيد كوك، أيضا يعني الحديث عن الملفات التي توضع على الطاولة في هذه الزيارة، من ضمنها ملف الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية عفوا، هل أدركت واشنطن بوضوح تام أن الصين يمكن أن تجسر العديد من يعني المشكلات والعديد من الملفات العالقة، وعلى رأسها إيجاد قنوات تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني خلال هذه الزيارة؟ أعتقد أنه من نسبة للصين، بما أن الصين الآن بمسافة من الصراع الروسي الأوكراني من هذه القضية، فهناك أسباب لمحاولة تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة بسبب التورط في هذه الأزمة لمحاولة حماية الشركات الصينية العامة. فهناك سبب آخر أيضا يرجع إلى أن هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا تؤدي إلى نتائج كارثية، فإن إحدى هذه النتائج قد تتمثل في تدهور أو ضعف الدولة الروسية، ولكن الصين لا تزال تحافظ على علاقات متينة مع السلطات الروسية، ويجب على الصين أن تستعد للتغييرات، تستعد لإمكانية تدهور القوة للدولة الروسية تأقلم مع مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة. فحان الوقت للصين الآن من حيث محاولة اختبار الموقف الأمريكي، الآن حان الوقت لنهاية سياسة صفر كوفيد في الصين، حيث فتحت السلطات الصينية الأسواق مجددا
ولكن هذا الأمر أيضا يندرج على الكثير من الخبراء يعتقدون أن الصين تحاول تهدئة التوترات في العلاقات مع الولايات المتحدة والدول المتحالفة مع أمريكا، فإن هذه الزيارة لوزير الخارجية الأمريكية أيضا سوف تساهم في تنفيذ هذا الهدف، بما أن هذه أولى زيارة لوزير خارجية دولة أجنبية للصين في هذه السنة، إن هذا أيضا أمر له أهمية خاصة. هل تجاوزت بكين يعني زيارة بيلوسي التي كانت غير مرحب بها من قبل بكين، والآن يعني بعد أن قلصت هذه القنوات الآن تعود مرة أخرى لاختبار هذه العلاقة مثل ما تحدثت قبل قليل؟ لم تكن بمقدور الصين أن تفعل أي شيء ردا على هذه القضية، باستثناء عدد من المناورات الصورية التي قامت بها القوات الصينية بالقرب من الجزيرة ردا أو في موقف بشأن أن مثل هذه الزيارات غير مقبولة، ولكن بطبيعة الحال لا يمكن للصين أن تفعل أي شيء ردا على ذلك. وبعد ذلك، بعد هذه الزيارة المتناقضة للسيد بيلوسي وهذه الزيارة بطبيعة الحال كانت تهدف إلى وضع هذه القضية بالقرب من الأجندة الأمريكية في السياسة الخارجية في الأجر والسنوات المقبلة، فبطبيعة الحال سوف تتصدر هذه القضية أجندة العلاقات بين الدولتين. نعم. إذن فإن هذه الزيارة لنانسي بيلوسي لتايوان، بالنسبة لي شخصيا أظن أن الولايات المتحدة كانت قد بادرت بهذه القضية، فإن الولايات المتحدة قد تستغل هذه الورقة التايوانية لمحاولة تقديم المزيد من المعدات العسكرية لسلطات الجزيرة. نعم. وأيضا تعزيز التعاون العسكري. نواصل ونتحدث عن تايوان سيد كوك، ولكن دعني الآن أنتقل إلى السيدة سونا، وبالحديث عن اللقاء بايدن وشي الذي تم نوفمبر الماضي على خلفية لقاءات مجموعة العشرين أو قمة العشرين، تحدث الرئيس يعني الصيني بوضوح عن أن مسألة تايوان هي القاعدة للأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية والخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات بين البلدين. هل باتت الخطوط الحمر واضحة للطرفين الآن برأيك؟ نعم، أنا باعتقادي أن ذلك كان شيء تم التعبير عنه من طرف الصين من حيث الموقف السياسي، وأيضا تم فرض العقوبات على نانسي بيلوسي مقابل هذه الزيارة إلى جزيرة تايوان، فلذلك أعتقد أن الطرف الأمريكي قد أدرك خطورة هذا الوضع، ولكن الطرفين أيضا لا يريدان تجاوز الخطوط الحمراء الأخرى، فمن جانبين الولايات المتحدة قد دعمت سيادة جزيرة تايوان، وأيضا مع إدراك لبعض الخطوط الحمراء حتى في هذا السياق، إن هذه الزيارة أو الزيارة المستقبلية سوف تساهم في تهدئة التوترات بين الدولتين حتى في ضوء مثل هذه القضايا التي شاهدناها سابقا، حيث أعتقد أن إحدى هذه المسائل بطبيعة الحال تتمثل في قضية تايوان، لأن هذه القضية تزداد حساسية لكلا الطرفين، ولكنني أظن أن هناك أيضا عددا من الخلافات بشأن المواضيع، حيث من الممكن الوصول إلى توافق مثل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن المسؤولين الأمريكيين سوف يناقشون هذا الموضوع بالإضافة إلى قضية إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين الذين لا يزالون في احتجاز السلطات الصينية، بالإضافة إلى الترسانات النووية الصينية، فهذه مواضيع أيضا من الممكن أن تجد نفسها في طاولة النقاش والمفاوضات، وأيضا من المهم أن لا ننسى
الغزو الروسي على أوكرانيا والموقف الصيني، فهذا موضوع مهم بالنسبة للسياسات الخارجية الأمريكية. المسؤولون الأمريكيون سوف يحاولون إقناع الدولة الصينية بضرورة لعب دور الوساطة وأيضا لإمكانية بعد المناورات الدبلوماسية. نعم، ومن هذه النقطة تحديدا ومحاولة يعني إقناع الطرف الأمريكي للصين بمواصلة هذه القنوات الدبلوماسية. هذه الزيارة سيد ريتشارد التي يعني سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى بكين، تم الإعلان عنها بعد لقاء الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي مباشرة، لكن السؤال هنا، هل مرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ ذلك الوقت حتى الآن من شأنها أن تغير من دفة الحوار المتوقع؟ أظن أنه من الواضح أن هناك عددا من المجالات من التوتر التي لا تزال ظاهرة على السطح، وخاصة فيما يخص جزيرة تايوان، ولكن بطبيعة الحال هناك عدة المجالات التي حيث من الممكن أن نجد بعض التعاون، ففيما يتعلق مثلا بالعلاقات التجارية خلال السنوات الماضية نحن كنا نركز على هذه التوترات، ففي الحقيقة قد يتم حل عدد من هذه الخلافات، وفيما يخص قضية التغيرات المناخية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إمكانية المساعدة الصينية على إنهاء الغزو الروسي في أوكرانيا. أظن أن الزيارة أيضا سوف تركز على هذه المجالات للتعاون الاحتمالي بدلا من المواضيع الخلافية مثل جزيرة تايوان أو مثلا الترسانات الصينية وتعزيز القدرات العسكرية في الصين. إن الطرفين سوف يستغلان فرصة تعزيز العلاقات بفضل هذه الزيارة. نعم، وسنواصل هذا النقاش بالطبع من حلقة الرابط اليوم، ولكن بعد فاصل قصير أعزائي الكرام نواصل من بعده هذه الحلقة، ابقوا معنا. أفاد مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية بعزم جانيت يلين عقد لقاء مع مسؤول صيني رفيع لبحث قضايا تتعلق بالاقتصاد العالمي. وأكد المسؤول أن الوزيرة الأمريكية ستلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زيوريخ للمرة الأولى بشكل مباشر بعد 3 اجتماعات افتراضية بينهما بهدف تعميق العلاقات بين البلدين. وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن ومنذ وصوله إلى السلطة ينوي اتباع سياسة دبلوماسية مع الصين رغم تعزيز التنافس معها والمخاوف الكامنة من تأثيرها على الأمن القومي الأمريكي، وأشار تكرارا إلى استعداده للعمل مع بكين فيما يخدم مصالح الولايات المتحدة. في 14 نوفمبر 2022 التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الصيني تشي جيانغ بينغ وجها لوجه للمرة الأولى منذ وصول بايدن إلى الرئاسة، وخلال اللقاء جرى حوار بناء ومفصل بين الطرفين لإيجاد سبل لتعزيز التعاون فيما بينهما. في 25 من الشهر نفسه أعلنت لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني تمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية لمدة 6 أشهر، وهي كانت فرضتها سابقا ردا على فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعريفات جمركية على البضائع الصينية. في 15 ديسمبر كشف مجلس مراقبة حسابات الشركات العامة في الولايات المتحدة عن إجراء تحقيقات غير خاضعة للرقابة لشركات التدقيق في الصين وهونغ كونغ للمرة الأولى في التاريخ، والذي من شأنه إنقاذ المئات من الشركات الصينية من الشطب في البورصات الأمريكية. في 16 يناير 2023 أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لقاءها نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لمناقشة التطورات الاقتصادية على الساحة العالمية والعمل على تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والصين. أرحب بجميع السادة المشاهدين من جديد، كما أرحب بضيوفي لاستكمال هذا النقاش، وأبدأ معك سيد ريتشارد. هل اللقاء المفاجئ الذي جمع بين جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية ونائب رئيس الوزراء الصيني في زيوريخ من الممكن أن يكون قد فتح آفاقا جديدة للتعاون والتعامل بين البلدين؟ نعم، أنا أعتقد هكذا. أظن أن كلا الطرفين الآن مستعدان وجاهزان لحسم عدد من الخلافات التي كانت تفصل بيننا، ومن المهم بمكان أن الآن في هذا التوقيت المجتمع الدولي يواجه
فرصة الركود الكبير، فإن البنوك المركزية تحاول التعامل مع التضخم، موجات التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة الأساسية. فلذلك في هذا السياق الولايات المتحدة والصين لهما مسؤولية عن التنسيق البيني بغية محاولة تجنب أسوأ العوامل لما قد يطرأ علينا من زيارة أسعار الفائدة. فإن جانت يالن وأيضا نظيرتها استعدتا لمناقشة هذه المسائل. نعم سيد كوك، يعني زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لدول أفريقية تأتي بالتزامن مع زيارة وجولة أفريقية لوزير الخارجية الصيني. برأيك يعني هل حرصت واشنطن على هذا اللقاء المفاجئ بين وزيرة الخزانة الأمريكية والمسؤول الصيني قبل البدء في هذه الزيارة لإزالة أي لبس قد يحدث، وإشارة لوجود تنافسية عالية حول القارة الأفريقية والتواجد الأمريكي والصيني فيها؟ أعتقد بالمقارنة مع المقاربتين الصينية والولايات المتحدة في القارة الأفريقية، إذن الصين لا تزال في المراحل المبكرة للدخول وتطوير العلاقات، كل من العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأفريقية في إطار مبادرة طريق الحرير، طريق واحد وحزام واحد، أخذا بالحسبان تطوير العلاقات المالية لإمكانية إقراض الدول الأفريقية للمساعدة على تنفيذ هذه المشاريع البنيوية. وأيضا مساعدة هذه الدول في تعزيز القدرات الاقتصادية. ولكن منذ جائحة كوفيد 19 الكثير من الخبراء يتساءلون ويتشككون في ما قد يتوفر لدى الصين من الاستقرار المالي وأيضا الكفاءات لتمويل مثل هذه المشاريع الواسعة النطاق في الدول الأفريقية، وأنا أقصد قبل كل شيء مبادرة طريق الحرير في القارة الأفريقية. فنحن قد تسمعون الكثير من الأخبار بشأن كون أوغندا قد علقت الصفقة مع إحدى الشركات العامة الصينية وقد توجهت إلى السلطات التركية كبديل، فإن الفرصة البديلة الآن قد تتمثل في التشكيك في الدور والقدرات المالية للدولة الصينية التي قد تسمح لها بمواصلة هذا التسلل وتعزيز النفوذ في القارة الأفريقية اقتصاديا. أما الولايات المتحدة فبطبيعة الحال فإن الدولة الأمريكية قد تشجع وتروج للنظام الديمقراطي وحقوق الإنسان بالإضافة إلى قواعد والقوانين الدولية، فإن التعاون الأمريكي الأفريقي سوف يختلف عن المقاربة الصينية. وبما أن الدول الأفريقية تنتقل إلى هذا التعاون فإن النصائح الديمقراطية من الممكن أن يتم استغلال ذلك من قبل الصين للحفاظ على العلاقات المتينة مع الدول الأفريقية. فإن الصينيون لا يزالون يستمتعون بهذه الميزة مقارنة مع المقاربة الأمريكية. نعم، يعني سيدة سونا، هل برأيك تحاول واشنطن التأكيد على وجود نموذج لكيفية التطور في البلدان الأفريقية بعيداً عن الاعتماد على الإقراض أو الديون من الصين، وما هي الآلية الجديدة التي سترسخها واشنطن في هذا المجال؟ أعتقد أن واشنطن تسعى من بين الأمور الأخرى تعزيز التعاون مع الشركاء في مختلف أصقاع العالم وخاصة الشركاء والدول المتحالفة التي قد تعزز الصلات في مجال سلاسل التوريد الاقتصادية. فهذا القائمة تضم بعض الدول الأفريقية، ونحن على دراية بأن هذا الدفع الذي قد أعلنه الرئيس ترامب وصولا إلى الرئيس بايدن، وأنا أقصد بهذا المصطلح الاعتماد على شريك بعيدا عن شركاء أو بعيدا عن التنوع، فإن هذا الأمر قد وصل بنا إلى
مرحلة جديدة مع ضرورة الاعتماد على قائمة متنوعة من الشركاء، فإن الحرب الأوكرانية أيضا أظهرت ضرورة هذه المقاربة الجديدة، بما أن كل الدول الآن تسعى إلى تنويع سلاسل التوريد. لذلك أنا أظن أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا سوف تسعى إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع القارة الأفريقية، ولكن ليس فحسب بسبب سلاسل التوريد، ولكن بشكل عام لأسباب اقتصادية كلية، وأيضا لضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. هناك الكثير من المخاطر التي تلوح في الاقتصاد الدولي حاليا، بالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية التي تؤثر على الساحة أيضا. نعم سيد ريتشارد، هل يمكن قراءة لقاء يلين المفاجئ وغير المبرمج له مسبقا، يمكن أن يقرأ في سياق إزالة أي لبس قد يؤثر على لقاء بلينكين جانغ؟ بطبيعة الحال المجالات التي سوف نرى تقدما في إطارها هي المجالات المالية في إطار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، فإن السيدة جانيت إيلين قد ناقشت هذه الأمور مع نظيرتها الصينية، فإننا أيضا سوف نتوقع تعمق مناقشة هذه الأمور خلال زيارة بلينكين. وبالحديث عن القارة الأفريقية، من المهم أن نذكر بأن رئيس بايدن قد عقد قمة مع عدد من الزعماء الأفريقيين في واشنطن، فبطبيعة الحال هذه أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس بايدن، فإن ذلك قد يغير ديناميكيات للسياسات الأمريكية. نعم يعني سيد كوك، يعني هل أدركت بكين بالفعل الضرر الذي لحق بمكانة الصين عالميا جراء تعاملها مع جائحة كورونا، وتحاول الآن أن تقلب الصفحة، ولعل رضوخها للضغوط الداخلية دون التصدي لها بإنهاء سياسة صفر كورونا يشير لذلك، وتتبعها الآن بانفتاح نوعي تجاه واشنطن، هل توافق على ذلك؟ قبل نهاية سياسات صفر كوفيد في الصين، كان الكثير من الخبراء يتساءلون متى سوف تحدث هذه النقطة. بطبيعة الحال كان الجميع يفهمون أن هذه السياسات لا يمكن أن تستمر، ولكن لماذا شهدنا هذا القرار بشكل مفاجئ؟ الأمر الذي قد أدى إلى السماح للمواطنين الصينيين، وقد حررت المواطنين من الإغلاقات والكثير من القيود، الأمر الذي قد أدى إلى زيادة عدد الإصابات وحتى عدد الموتى. إن السلطات الصينية كان يجب أن تستعد بشكل تدريجي لتغيير هذه السياسات والتأقلم بالظروف بظروف الحياة من دون هذه الإقلاقات، أو ما يسمى بأسلوب غربي لمكافحة جائحة كوفيد. هل كان يجب أن يفعل ذلك خلال يوم واحد؟ فبالنسبة للصين الآن، بما أن الصين نظام استبدادي، فإننا رأينا أن رئيس شي جين بينغ قد قرر تغيير هذه السياسة، وتم تطبيق هذا الأمر بشكل سريع، الأمر الذي قد شرحه الإعلام والبروباغاندا الصيني أيضا بمختلف التفسيرات حول ضرورة افتتاح الحدود والعودة إلى العلاقات الطبيعية الاقتصادية. ولكن فيما يتعلق بالإصابات والموت، فهذا لم يعد موضوعا أمام الإعلام الصيني بشكل مفاجئ. فخلال السنتين وثلاث سنوات الماضية، بما أن الإغلاقات الصينية بشكل جزئي قد أصبحت سببا مهما في انكسار سلاسل التوريد عالميا، وأيضا قد أثرت في الطلب بالنسبة للمستهلكين الصينيين، فالآن نحن نرى افتتاح الحدود الصينية بشكل مفاجئ، وأنا باعتقادي أننا لا نزال نأخذ بالحسبان أن هذه العملية قد تستغرق وقتا لكي نقدر تأثير هذه التغيرات الجذرية السياسية في الساحة العالمية الاقتصادية والاقتصاد الصيني الداخلي
مع أن عددا من المصانع الصينية لم تدخل في الخدمة الكلية، وسوف نرى هل سوف تتم إعادة دوران هذه العجلة الاقتصادية الصينية بشكل كامل، وكيف سوف يؤدي ذلك إلى حل وحسم قضية سلاسل التوريد. فلذلك نحن يجب أن ننتظر عددا من الأشهر لتقدير الأمر، وأيضا لأن نشعر بالسلوك الاستهلاكي داخل الصين. هل سوف يفضلون شراء المزيد واستهلاك المزيد من المنتجات والخدمات بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمنتجات الفاخرة؟ فليس هناك مستقبل رائع بالنسبة لهذا القطاع في الصين، ولكن بالنسبة لعدد من المجالات هناك وقت للانتظار والتنبؤات الإيجابية مع مراجعة الأرقام التي سوف تمر، وسنتحدث عن هذه الأرقام سيد بيني كوك بصحبة ضيوفي الكرام بالتأكيد. ولكن بعد فاصل قصير نواصل من بعده هذه الحلقة من الرابط، ابقوا معنا. في الصين سجل الناتج المحلي نموا بنسبة 3% على أساس سنوي خلال العام الماضي. خلال الربع الرابع من عام 2022 أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء نمو الاقتصاد الصيني ب 2.9% على أساس سنوي، متجاوزا توقعات الاقتصاديين بنمو نسبته 1.6% فقط. خلال الربع الرابع من العام الماضي لها سجلت الصين أسوأ مستويات النمو الاقتصادي في قرابة نصف قرن. بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ولا يزال المعدل يتجاوز نمو الربع الثاني الذي بلغ 0.4% وتوقعات السوق بارتفاع 1.8%. وعلى أساس فصلي تجمد الناتج المحلي الإجمالي إذ سجل صفراً في الربع الرابع مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله نما الناتج المحلي الإجمالي 3% متخلفاً بشدة عن الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5%. وأرحب بكم من جديد سادتي الكرام، كما أرحب بضيوفي أيضا، وأبدأ معك سيد ريتشارد. هل نجحت واشنطن في شد أذن بكين عن طريق قانون الرقائق في الوقت الذي أثبتت فيه بكين بصورة واضحة اعتماد الولايات المتحدة التي تستورد 17.5% من إجمالي الصادرات الصينية، وذلك يتنوع في 98 قطاع اقتصادي؟ أعتقد أن إدارة الرئيس بايدن وأيضا الرئيس ترامب كانوا ناجحين من حيث تحذير المجتمع الدولي وخاصة الدول المتحالفة بشأن القلق بسبب استخدام الصين التكنولوجيات، وأيضا إمكانية تفوق الشركات الصينية في عدد من المجالات التكنولوجية. فهذه الرسالة تم تقديمها وتم فهمها من قبل شركائنا التجاريين. فالآن الصين أيضا تستعد لمعالجة هذا القلق، ولكن المسألة الأخرى تتمثل في قضية سلاسل التوريد، ونحن سوف نؤكد على أننا سوف نتنوع من حيث سلاسل التوريد. فهذه المجالات أيضا يجب أن يتم التطرق إليها خلال زيارة بغية افساح المجال للعلاقات المستقبلية مع العلاقات المالية الأفضل، فإن هذا الأمر سوف يساهم في تعزيز العلاقات بشكل عام بين الدولتين. نعم سيد كوك، يعني هل تحاول واشنطن برأيك تطبيق سياسة العصا والجزرة مع الجانب الصيني بانتهاج الدبلوماسية الناعمة من ناحية، واستخدام أدوات السيطرة على التنافسية الاقتصادية والعسكرية بخشونة في ذات الوقت من الناحية الأخرى؟ أو بمعنى آخر، هل يحاول بايدن إصلاح ما أفسده ترامب؟ أعتقد أن رئيس بايدن يتابع بعض الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، ومن حيث العقوبات التكنولوجية المفروضة على الصين من قبل الإدارة الأمريكية،
أنتم ترون أن الرئيس بايدن يحاول إقناع كل من كوريا الجنوبية واليابان لتشكيل ما يسمى بالتحالف التكنولوجيا تحالف الرقائق بغتة الالتفاف على استخدام سلاسل التوريد الصينية في إطار صناعة هذا الجزء التكنولوجي المهم وهذا المجال التكنولوجي في مصالح الولايات المتحدة اقتصاديا بغتة عدم وصول هذه التكنولوجيات إلى أيدي الشركات الصينية. وبطبيعة الحال قبل وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض كان هناك تساؤل هل هذه الإدارة سوف تحاول تحديد العلاقات مع الصين والآن بعد سنتين من عمله في الإدارة الأمريكية نحن قد نشهد أن العلاقات بين الدولتين تتدهور بالمقارنة مع ما كان عليه خلال فترة رئاسة الرئيس ترامب ولكن بالمقارنة بين الرئاستين الفترتين رئاسيتين أظن أن بايدن الآن يحاول اللعب هذه اللعبة بيدين. بالنسبة لترامب كان الحديث يدور عن المواجهة والمجابهة أو المنافسة الاقتصادية المالية مع السياسات القاسية إزاء الصين، ولكن بالنسبة للإدارة الحالية فهم يحاولون من جانب أن يظهروا النوايا الحسنة من حيث ضرورة تهدئة الأمر مع تهدئة الخلافات فيما يخص المجالات الأساسية بما في ذلك قضية تايوان، ولكن من جانب آخر يفرضون العقوبات التكنولوجية على الصين ولكن دون القيام بالمزيد. نعم سيدة سونا، أود سماع رأيك في هذا الصدد تحديدا، يعني بالحديث الذي تحدث عنه الآن سيد كوك بأن على الرغم من أن كانت هنالك حدة في التعامل في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب بين الولايات المتحدة والصين إلا أن الاستراتيجية كانت واضحة بخلاف ما يحدث الآن في عهد الرئيس بايدن الذي يتخذ سياسة الدبلوماسية الناعمة والمواجهة الخشنة في ذات الوقت. نعم، أنا أعتقد أن إدارة الرئيس السابق ترامب مع حربها التجارية وعدد من الإجراءات القاسية فإن ذلك قد أثرت سلبيا على الصادرات الأمريكية للصين بما في ذلك أشباح الموصلات بالإضافة إلى انكسار سلاسل التوريد في المجال الزراعي، فإن الواردات من الصين فيما يتعلق بالحواسيب واللوحيات وأيضا بعض الأجهزة الإلكترونية قد ازدادت خلال هذه الفترة وخاصة بعد الجائحة، فلذلك نحن نرى عدم المساواة في التأثير لسياسات الرئيس ترامب في إطار هذه الحرب التجارية، فإن جوزيف بايدن يحاول إصلاح هذا الأمر فيما يتعلق بالمجالات التجارية حيث يريد تعدية الأمر، وفي هذا السياق مع إدارة الرئيس بايدن فلديهم أهداف استراتيجية، فأحد هذه الأهداف يكمن في العقوبات التكنولوجية والعقوبات المفروضة على قطاع أشباح الموصلات الأشياء والمنتجات التي تريد الإدارة الأمريكية حمايتها بطريقة أيضا قد أثرت عليها الحرب الروسية الأوكرانية، لأن فإن القلق الاستراتيجية الأمنية قد ازداد حجما في الأشهر الأخيرة، فهذه هي الأهداف الأساسية وهناك أيضا مجالات أخرى في مجال التجارة، ونحن نحتاج إلى القول إن الصين الآن في موقع ضعف بسبب أنها تأثرت بجائحة كوفيد بشكل كبير، فلذلك سوف تضطر الصين لتقديم المزيد من التنازلات في شتى المجالات خلال النقاش مع الولايات المتحدة. نعم. سيد ريتشارد، يعني أنتقل بك إلى نقطة أخرى، ويعني بالحديث عن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة إلى السعودية والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات استثمارية بنحو 50 مليار دولار أمريكي دون أن تتضح تفاصيل هذه الاستثمارات، هل كانت هذه الزيارة بمثابة برهان واضح لواشنطن على أن الموازين الدولية قد تبدلت أو في طريقها إلى التبدل ودفعتها لتسريع وتيرة التقارب مع بكين رغم الخلاف؟
إن المملكة العربية السعودية قد رحبت بالزعيم الصيني على أعلى المستوى، فإن ذلك كان إشارة واضحة لتعزيز العلاقات بين الدولتين، ولكن ذلك تعكس العلاقات التجارية، بما أن المملكة العربية السعودية شريك تجاري مهم بالنسبة للصين. لا أظن أن ذلك سوف يتسلل إلى العلاقات السياسية الاستراتيجية أو الأمنية، ولكن هذا التطور مهم وتأخذ الإدارة الأمريكية ذلك بالحسبان. نعم، يعني ماذا ترى في هذا الصدد سيد كوك؟ نعم، بالحديث عن هذه الزيارة للمملكة العربية السعودية، فالكثير من الخبراء صاروا يتساءلون بشأن ضعف التحالف الأمريكي السعودي بسبب عدد من الخلافات بين ولي العهد السعودي والرئيس بايدن، ولكن بعد الزيارة نحن قد شاهدنا المجالات الأساسية وأيضا القضايا بشأن قلق الصين، وهو إمكانية زيادة واردات النفط السعودية وأيضا باستخدام العملات الوطنية، ولكن هذا الأمر لم يؤدي إلى أي توافق من طرف المملكة العربية السعودية. إن هذا الأمر تجارة النفط بالعملات البديلة ليس على طاولة النقاش، وأيضا بمراجعة هذه الاتفاقات التي تم التوصل لها وأيضا البيان المشترك بين القيادة السعودية والصين، فإن هذا البيان مليء بالمصطلحات العامة بشأن ضرورة تعزيز التعاون، وأيضا بعض الأرقام العادية حول رغبة الدولة الصينية في شراء المزيد من النفط الخام، وأيضا الكلمات العامة بشأن ضرورة الذهاب إلى الأمام. فبالحديث عن هذه الزيارة أعتقد أن المعنى الأساسي أكثر أهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية منه بالنسبة للصين، وهو أن ولي العهد محمد بن سلمان منذ وصوله إلى السلطة وهو زعيم حقيقي لهذه الدولة منذ 2017، فنحن قد نرى خلال هذه السنوات أنه يحاول اعتماد السياسات المتنوعة. وشكرا وعفوا على المقاطعة، وشكرا لك السيد بني كوك من هونغ كونغ، كنت ضيفي، وأنت الخبير في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أيضا أشكر ضيفي من واشنطن السيد ريتشارد شميرر، وأنت الدبلوماسي الأمريكي السابق، وكذلك من مدينة براتسلافا أشكر الدكتورة سونا موزاكيروفا كبير مستشاري نائب وزير خارجية سلوفاكيا والاقتصادية السابقة في البنك المركزي الأوروبي وكبير الاقتصاديين في معهد جلوب سيك للسياسات. شكرا لكم جميعا. قبل الختام نستعرض سؤالي حلقة اليوم للرابط: كيف يمكن للولايات المتحدة والصين تذليل الخلافات ووضع حجر أساس لبناء العلاقات؟ أما اقتصاديا نتساءل: هل تستطيع واشنطن وبكين التوصل لاتفاق يبقي على التنافس بينهما بدلا من الوصول للصراع؟ بعد استفاضة النقاش في ملف اليوم خلص ضيوفي إلى التالي: بناء العلاقات بين الولايات المتحدة والصين يأتي عبر تكثيف الحوار وإظهار كل طرف احترام الآخر. اقتصاديا الصين فتحت الحدود وتخلت عن سياسة صفر كوفيد بهدف خلق تنافسية أكبر في الأسواق، وهو ما قاد إلى توقع أكثر إشراقا حول نمو الاقتصاد العالمي. شكرا لكم، وصلنا إلى الختام.